هو اللي بيكسب. حلو جدا. طيب الاء، طبعا انت بطله عالم ويعني مشرفانا دايما كده ورفع راسنا. عايزين نعرف برضو يعني البطوله كانت فين، الاجواء كانت ايه، حسيتي بيه اصلا لما كسبتي، خصوصا اسم بطوله العالم ده بيكون اسم كبير. والله الحمد لله يعني شرف ليا جدا. هي كانت في امريكا، كانت في اورلاندو. هي كانت عباره عن يومين، يوم اللي هو الاوبن المفتوح السن المفتوح، لعبت في ميزان 67 ونص. انا اصلا لعبت ميزان 60 بس لعبت في شاركت في البطوله في ميزان 67 ونص. اول يوم كانت منافسه صعبه جدا، لان انا نافست اعمار كبيره، نافست ماستر وجونيور وساب جونيور واللي هو كمان فوق 24. المنافسه كانت صعبه جدا، وكان صعب جدا ان انا اجيب تالت، والحمد لله انا حققتها. وكان تدعيم الاتحاد ليا كان قوي الحمد لله. معانا الفيديو اهو، انت بتقولي اهو تسليمك للميداليه. كان تدعيم الاتحاد ليا قوي جدا، والست اللي هو محب الركاب بصراحه يعني دعمني وقف ضهري جامد جدا، يعني كان والد ليا بصراحه. وكابتن محمد سعيد والاستاذ علي العسال، وطبعا يعني مدربي كابتن خالد كيمو، هو بصراحه كان في ظهري يعني طول الماتش، يعني على طول في مكالمه كان معايا يعني اعمل ايه وكده. فيعني ربنا يبارك لهم كلهم يعني. الحمد لله حققت تالت اول يوم، ده كان في الاوبن. تاني يوم بقى كان السب جونيور اللي هو السن بتاعي. عملت الحمد لله اول، وضربت رقم عالمي في الديد ليفت 165، واخدت جائزه احسن اشياء الحمد لله. ما شاء الله، يعني قد ايه كلامك مشرف ومبهج جدا. الحمد لله، والله شرف ليا. ويعني فبتدي الواحد طاقه كده، اللي هو انا هخلص معاكي الكلام واروح اتمرن. على فكره بالمناسبه لا 16 سنه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، وارقامها ما شاء الله يعني بالنسبه للشباب تعتبر كويسه جدا. ما هي قالت الرقم. بس انا خلاص بقى يعني خليك داري علينا شويه. طيب خليني برضو اعرف من حضرتك، يمكن مصر بتستضيف طبعا كاس العالم او بطوله العالم طبعا الشهر القادم باذن الله في الغردقه للقوه البدنيه. حضرتك برضو احكي لي اكتر عن استضافه مصر لكاس العالم، وخدنا ازاي اصلا الملف، وكمان اوجه التنفيذ على ارض الواقع عامله ازاي. تمام، هو حضرتك طبعا البطوله دي كان مقرر ليها انها تلعب في روسيا. تمام. ونظر للحرب الروسيه الاوكرانيه وكده، فطبعا تم تاجيلها في 22، وبداوا يبحثوا عن دوله تانية، فتعرض او تقدم يعني ليها 8 دول ياخدوها، وكان من ضمنهم مصر. فيعني هو طبعا احنا الحمد لله رب العالمين لنا موقع على الاتحاد الدولي كويس، نتيجه ان احنا عندنا لعيبه مشرفين يعني. فالحمد لله يعني بعد جهد كده قدرنا نحصل عليها انها تبقى عندنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان شاء الله. ودي اول مره في الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي مصر، يعني ما اتعملتش قبل كده في المنطقه دي خالص. ان شاء الله تبقى بدايه مشرفه، وباذن الله نستحوذ على البطوله يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هل طبعا بيكون في جمهور عام طبعا للحضور والتشجيع وكل الحاجات دي بتبقى متاحه؟ مفتوح للجمهور برضو. وبرضو عايز اضيف حاجه، ان احنا الدوله المنظمه في قانون هذه اللعبه او في قانون الاتحاد بتاعنا بتشترك بثلاثه في الميزان الواحد، يعني مصر هتشارك بفريق الف وب وج. حلو جدا. فده طبعا هيتيح لنا برضو كميه كبيره من المشاركه المصريين يعني، يكون في عدد، وايضا برضو في النتيجه ان شاء الله يكون حظنا الكسب. وحلو ان يكون في احتكاك للصغيرين طبعا، ان هم يقدروا يشاركوا اسم البطوله. هي فرصه كبيره لينا كبير. هي هتكون فين؟ في الغردقه. هي في الغردقه في فندق شتايجنبرجر، معرفش ممكن اقول ولا يعني خلاص. مش مشكله. تمام. قاعه كبيره قوي، حوالي 1000 متر كده يعني، دي اللي احنا لقينا انها صراحه الايفنت ده انها تعمل فيها. طيب تمام، ان شاء الله بالتوفيق. كابتن خالد، برضو بعد احنا معرفنا كده شويه تفاصيل من اللواء محمود طبعا عن البطوله، الاستعدادات دلوقتي بقى لكل طبعا للمنتخب وكل طبعا العناصر المشاركين فيه، الاستعدادات على ارض الواقع عامله ازاي؟ احنا الحمد لله لسه مخلصين تجارب كان فيها حوالي اكتر من 600 لاعب. اخترنا منهم اللي هم اول منتخب اللي هو يعتبر تحت 24 وفوق 24 سنه، ونبدا بقى ان احنا نجهز المنتخب الاول اللي هو اللي يعتبر اللي هو المنافس الاول يعتبر في البطوله. على